السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، ويا مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمنوعة من برنامجكم اليومي رمضان مبارك. مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة الليلة المتنوعة بمواضيعها وضيوفها، وبنتناول أيضا فيها المأساة اللي يعيشها شقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك راح نتكلم عن موضوع وهب الأعضاء بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات المرتبطة بشهر رمضان المبارك، إلى جانب متابعتنا إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل 2014، واللي كانت في المباراة النهائية أمس بين ألمانيا والأرجنتين، في مباراة انتهت بفوز المنتخب الألماني بكأس العالم للمرة الرابعة. نعم يا صباح، والبداية مع تقرير عن موسم الحج والعمرة والاستعدادات والتسجيل من أجل التوجه إلى الديار المقدسة. هذه الاستعدادات بنشوف جزء منها مع بعض في هذا التاريخ. للعمرة في رمضان أجر مضاعف، حيث يفضل الكثير من المسلمين أداء مناسكها في هذا الشهر الكريم. لذلك تنشط مكاتب الحج والعمرة في هذا الموسم، إذ يزداد الإقبال على طلبات أداء المناسك، وتنشغل الحملات ومكاتب السياحة في تأمين كل ما يحتاجه المعتمرون من حجز فنادق ورحلات جوية وبرية وكافة مستلزمات الإقامة. الناس ما شاء الله يعني متحمسين على السفر للعمرة في شهر رمضان مبارك، وأنا عن نفسي ما شاء الله أشوف مش الزحمة خاصة عشر الأواخر العام. مثلا جيت أحجز في عشر الأواخر ما لقيت ولا يعني مكان، وحجز في آخر خمس الأواخر. ضروري يكون في اهتمام من المواطنين في هذا الشهر الفضيل، لأن يجب أن نغتنم الفرصة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل الحجة معي، ففرصة مناسبة لاستغلال هذا الشهر الفضيل. يعني في ناس ما يحبون الزحمة فيفضلون بداية رمضان يكون أخف، وفي ناس يحبون مضاعفة الأجر فيروحون في آخر رمضان ويستغلون الأوقات. يهتمم المواطنون بأداء مناسك العمرة في العشر الأواخر من شهر الفضيل، ذلك لتحري ليلة القدر في هذا الشهر المبارك. من ناحية تفضيل أغلب الناس السفر بالجو بدل البر، لأن الجو اختصاراً للوقت يكون، وأغلب المسافرين يفضلون السفر في إجازة نهاية الأسبوع فقط. والله أسعار الفنادق مناسبة تقريباً مقاربة للسنة السابقة، وتقريباً مقدور عليها من أغلب المواطنين. بالنسبة لمرض الكورونا، أنا أشوف الواحد رايح يعبد ربه، فما له داعي يخاف من هالمرض، وأنا في آخر سنة تقريباً رحت مرتين والحمد لله ما في أي تخوف والأمور سليمة. إن مكاتب الحج والعمرة تواصل دائماً جهودها وتكثف نشاطها كي تؤمن للمسلم جميع الوسائل المتاحة وكل ما هو أفضل لتأدية مناسك العمرة. ومن جهة أخرى، تستمر فعاليات الخيمة الرمضانية طاعة ومغفرة، والتي تقيمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ساحة مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الشهر الفضيل. التفاصيل في هذا التقرير. شهدت الليلة السادسة من فعاليات خيمة طاعة ومغفرة التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عدة محاور دعوية، أبرزها دور إدارة الدعوة وإنجازاتها تجاه مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني فيما يتعلق بتعزيز القيم الإسلامية والحفاظ على العادات والتقاليد القطرية. حبينا في هذه الليلة أن نقوم بعمل إقامة ندوة بسيطة حول مسؤولية الجميع، ونشارك جهات متعددة لبيان كيف يكون لهم أثر ومساهمة في الدعوة إلى الله، اللي هي يعتقد الناس أنها هي مسؤولية إدارة الدعوة. نحن نريد أن نظهر أن المسؤولية على الجميع،
على وسائل الإعلام، على مؤسسات التعليم، على يعني مؤسسات المجتمع المدني، كلها هي معنية بأمر الدعوة إلى الله عز وجل، وكل حسب قدرته وإمكانيته. الشيء الآخر، تم تدشين موقع إدارة الدعوة والإرشاد الديني، اللي عن طريقه إن شاء الله سنتواصل مع الجمهور ونقدم الخدمات بشكل أسهل وأسرع. وأقيم على هامش الفعاليات معرضاً مصاحباً يحتضن عدة أجنحة مختلفة لإدارات وزارة الأوقاف لإبراز أعمالها وأنشطتها، كما تم توزيع المطبوعات والمطويات الإسلامية على الحضور. أرى أن دولة قطر أصبحت منارة مشرقة في شتى المجالات، وفي المجال الإعلامي بشكل خاص، وفي مجال الدعوة إلى الله عز وجل، أينما اتجهت في العالم شرقاً وغرباً، عرباً وعجماً، تجد أثراً لدولة قطر ولوزارة الأوقاف من خلال مسجد أو مركز أو مدرسة أو منارة علمية أو منارة دعوية. هذا ما نشهده لقطر، قطر الخير، دوحة الخير، وهذا ما نرجو أن تحذوه سائر الدول الإسلامية في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. هذا وشهدت الليلة 9 والأخيرة استعراضاً لتجربة منافسات الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني للقرآن الكريم، بالإضافة إلى احتفالية ختامية لمنافسة غرد للقرآن التي بدأت مطلع الشهر المبارك. ننتقل إلى موضوع إنساني يدمي القلوب، وهو ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من ظلم وعدوان. وفي هذا السياق أعلنت جمعية قطر الخيرية عن إطلاق حملة مساعدات لإعادة إعمار وإغاثة الشعب الفلسطيني الصامد بغزة. للوقوف على طبيعة هذه المساعدات، معنا في الاستديو السيد إبراهيم زينل، مساعد المدير التنفيذي للتنمية الدولية لشؤون الإغاثة في جمعية قطر الخيرية. في البداية مسي عليك بالخير أبو عبد الله، ونشكر لكم جهودكم في جمعية قطر الخيرية على إغاثتكم لإخواننا الصامدين في غزة. الشكر موصول لكم، جزاكم الله خير، كل عام وانتم طيبين، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية للموجودين في غزة إن شاء الله. أبو عبد الله، نتكلم في البداية عن طبيعة المساعدات اللي إن شاء الله راح تلتزمون تقديمها لأهالي غزة. طبعا الحجم الحالي اللي على الناس في غزة، اضطرت الناس للخروج من بيوتها، فصار الإيواء واحد من الأمور الملحة والضرورية. يعني التهديدات دائمة بأن خرجوا من بيوتكم، حتى اللي ما هدمت، خصوصا اللي على الشريط الحدودي. يعني المدارس صارت تضمن الناس، فيها 4000 شخص في مدرسة واحدة اللي هو صار سكن لهم، صاروا محتاجين للغذاء، صاروا محتاجين للمياه. الأمر طبعا الملح موضوع الأدوية والمستلزمات الطبية. صحيح. الكل شاف على شاشات التلفزيون مدى الإصابات وعمق الإصابات، وفي الأصل المواد فيها شح، يعني في المواد الطبية بسبب الحصار السابق فيه شح. زيادة الطلب على المواد هذه يعني أكثر من 50% من المواد، من المواد المستهلكات الطبية ومن الأدوية، الناس في يعني في حاجة ماسة لها. صحيح. المساعدات بدأت فعلا في غزة. احنا مكتبنا والحمد لله من 1996 في غزة، وطاقمنا موجود على الأرض، يعني ما راح يروح من الدوحة، لا، طاقمنا موجود على الأرض ومجهز، والأموال أيضا متوفرة عنده في الميدان. فبدأنا يوم الجمعة في الدفعة الأولى من الأغذية. يمكن أبو عبد الله، إحنا سمعنا أن قطر الخيرية اعتزمت إطلاق حملة وأيضا مساعدات، وقيمة تبرع بقيمة 20 مليون ريال قطري راح توجه لأخواننا في غزة. نعم. لإعادة إعمار ما هدم من الأزمة الأخيرة. لو تحدثنا عن هذه 20 مليون ريال، اللي يعتبر يمكن مبلغ كبير بالنسبة. نعم. لنا. وطبعا قطر الخيرية مثل ما ذكرت، يعني الفترة الطويلة اللي قضتها هناك، احنا من 2007 لين 2013
أنفقنا ما يزيد على 57 مليون ريال. ما شاء الله. 2014 مخصصين ما يزيد على 91 مليون ريال لإعادة إعماره إلى تنمية. هذا أعمال موجودة على الأرض قبل يعني قبل العدوان. الآن 20 مليون اللي نتكلم عنها لما تلاحظ الإحصائيات المنازل اللي دمرت قاربت على 1600 منزل، منها ما يقارب 160 هدم كلي. صحيح. فهذه كلها بتحتاج يعني احنا يكلفنا البيت الواحد 200 ألف ريال عشان نعيد بناءه بشكل كامل. عندما يقصف منزل المنازل المحيطة به تتأثر جزئي. صحيح. لكن هذا يهدم هدم كامل والمحيطة به يتأثر تأثر جزئي. هذا أحد الـ يعني المجالات اللي راح نشتغل فيها في موضوع العشرين مليون. عندنا المجال مثل ما قلنا الغذائي والمجال الصحي، هذين المجالين الثلاث مجالات رئيسية سيتم الإنفاق عليها إن شاء الله من هذا الدعم إن شاء الله. نعم إن شاء الله. أبو عبد الله على قولة المثل يد واحدة ما تصفق، الجمعية بروحها محتاجة إلى متبرعين، إخواننا في غزة الكل محتاج إلى متبرعين. طبعا نتمنى من الجميع ونرجو أيضا وليس مجرد أمنية، نرجو من الجميع إن شاء الله أن يساهم ويتبرع خاصة في الشهر الفضيل. أنت تأخذ أجر وبنفس الوقت أنك قاعد تساعد إخوانك في الدول من كوبا. لو نتكلم عن مشاهدينا الكرام اللي حاب إن شاء الله أنه يتبرع، طريقة التبرع كيف؟ أولا أحب أشكر كل إخواننا المواطنين والمقيمين اللي وجدنا منهم تفاعل كبير الحقيقة في وتجاوب كبير مع ما أطلقناه من حملة. الآن منافذ التبرع. نعم. قطل خيرية موزعة 56. نعم. يمكن أبو عبد الله إحنا الآن نتكلم عن طرق التبرع، إحنا الآن مشاهدين الكرام نشوف يعني بعض الصور اللي جاتنا من الأخوان في جمعية قطر الخيرية وتبين لنا أثر الدمار الشامل، تثبت مدى احتياجاتنا. صحيح، أيضا تثبت مدى احتياجاتنا، فإحنا ودنا نمد يدنا إلى أخواننا من خلال الجمعيات الموجودة ومنها جمعية قطر الخيرية. تفضل أبو عبد الله. أول منفذ من منافذ التبرع عندنا 56 محصل موزعين على المولات وعلى نقاط التجميع. نعم. عندنا 11 فرع في موزع على أرض قطر. نعم. عندنا خدمة الاس ام اس اللي تصلك تقدر تتبرع ب 50 او 100 او 500 او 1000 والأرقام تجي على الجوالات. عندنا خدمة جديدة الحقيقة ويمكن احنا اول مرة نعلنها على التلفزيون، وهي أجهزة شركة أريدو اللي تدفع فيها بشكل تلقائي. يمكنك أن تدفع لقطر الخيرية من خلال هذه الأجهزة. جميل. الموقع الإلكتروني لقطر الخيرية أيضا تتمكن من أنك تدفع من خلال بطاقتك الائتمانية. صحيح. أيضا سهل جميع السبل أنك فكل السبل ميسرة ولا شك المقر الرئيسي متاح للجميع. الرقم أيضا ما ننسى الرقم اللي نسميه الرقم الخط الساخن اللي هو 4466-7711. تتصل ويجيك المحصل لين عند باب البيت ويستلم منك التبرع. نعم. مباشرة. نعم. هذه أحد المساعدات التعليمية اللي حصلوا عليها. شوف الفرحة من قطاع الخيرية، شوف الفرحة لو جه الطلاب والأطفال اللي استانسوا يوم شافوا كملوا تعليمهم بالرغم من ظروفهم القاسية. طبعا من ناحية التسهيلات اللي انتم قدمتوها لطريقة التبرع، الإنسان اللي فيه غيرة وإن شاء الله القطر كلهم فيهم غيرة سواء مقيمين أو مواطنين، كلنا برض الخير هذه وكلنا الحمد لله عايشين بنعمة وخير. صحيح. وده أنه هو يروح بنفسه ويساعد، والله العظيم اللي يشوف هذه الحال يقول لك ودي أنا أروح وأسوي شيء. صحيح. فنتمنى من الجميع إن شاء الله يا القطر أنكم كلكم يساهم لو بريال ولا بألف. هذه الريال هذه يمكن ما يضرك لكن بينفع غيرك. نتمنى من الجميع ان شاء الله انه يبادر ويساهم. يمكن احمد احنا شلون نشكر الله سبحانه وتعالى من على النعم الموجوده، نشكره من خلال البذل ومن خلال. صحيح. العطاء لاخواننا في غزه اللي هم في امس الحاجه لنا في هذا الوقت. يمكن ابو عبد الله ودنا نسالك سؤال اخير يعني باختصار، ودنا نتحدث عن دور الحمله في ترسيخ روح التكافل والعطاء والمسانده
بيننا احنا كمسلمين يعني اخواننا في غزه، وايضا هذا ما تعودناه عندها القطار والمقيمين على ارض قطر، وايضا من قيادتنا الرشيده. وفي النهايه قطر هي كعبه المظيوم نفس ما عهدناها، وراح تبقى كعبه المظيوم من خلال تكافلنا وايضا عطائنا لاخواننا في غزه. جزاك الله خير. الحقيقه ما يحدث يحملنا عبء كون احنا جمعيه قطريه موجوده على ارض غزه، كون ان احنا من قطر مثل ما ذكرت كعبه المظيوم يعني، وهذا يعني الضيم واضح وبين للكل من يعني لا عين يشاهد. انا اذكر الحقيقه في نهايه 2012 لما زارنا، انا اقول زارنا لان مدير مكتب غزه في نفس الوقت، زارنا 80 قطري كبير وصغير ورجال، وكان معهم حريم ايضا، زارونا في غزه شافوا بعيونهم، وكان قبلها الحرب في 2012 وشافوا الدمار بعيونهم ولمسوا، وكان تفاعل الحقيقة كبير كبير منهم. هذا ما عهدنا على أهلنا في قطر. لا شك موضوع التكافل يأتي من خلال أن أنت يا تكفل أسرة، يا أنك تغيث مريض أو جريح، أو أنك تغيث اللي صار من غير بيت ومن غير مكان. يعني بعض المدارس اللي لجأوا لها الناس مجرد لجأوا المكان، صحيح حصلوا مكان يقعدون فيه أأمن من بيوتهم، لا إن شاء لا حد موفر لهم أكل لا شرب لا ماء. فهذا التضامن وهذا التكافل هاللي يعني الله ينصرهم إن شاء الله ذكرهم اللهم آمين. أسأل الله أن يكون معاهم إن شاء الله ينصرهم على عدوهم. في النهاية نشكركم أيضا على جهودكم السيد إبراهيم زين المساعد المدير التنفيذي للتنمية الدولية لشؤون الإغاثة في جمعية قطر الخيرية، شكرا لحضورك معنا في برنامج رمضان مبارك، والشكر موصول أيضا لأخوانكم اللي يساندونكم في مكتب غزة، وبإذن الله راح تجدون المساندة والمساعدة من أهل قطر وأيضا المقيمين لمساندة أخواننا في غزة. شكرا لك عبد الله. شكرا الله قصر. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، فقرات رمضان مبارك مستمرة معاكم، وبعد الفاصل بنتابع إفطار راف لجاليات المقيمة في قطر.